السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، نحاول في كل يوم أن نقرأ جانباً من الموقف الحضاري في الإسلام. الإسلام بلا شك رسالة جاءتنا من الله عز وجل رحمة للعالمين، من أجل أن نصلح أمر آخرتنا ومن أجل أن نعمر دنيانا أيضاً. نقترب كل يوم من موقف حضاري في الإسلام. كيف تمكن الإسلام أن ينجز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في حياة الناس، بحيث أصبحت الدنيا أكثر ألقاً وجمالاً؟ اليوم نتحدث عن الشورى، سورة أنزلها الله عز وجل في القرآن الكريم وسميت باسم الشورى، مع أن فيها أخبار كثير من الأنبياء، ولكن الله عز وجل اختار أن يكون فيها ذكر الشورى، وكان الصحابة الكرام يسمونها سورة الشورى. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الشورى في الإسلام هي شكل الحكم الذي أراد الله أن تقوم الحياة عليه. لقد أوردها عامة تستوعب كل الصيغ التي يمكن أن تكون حكما رشيدا. الحكم الرشيد بأنواعه، بتفاصيله، بأساليبه التي تختلف من بلد إلى بلد، من مجتمع إلى آخر، كلها جمعت في إطار كلمة واحدة في القرآن الكريم، هي كلمة الشورى. ثم أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أمره بالشورى، ولو كان لأحد أن يستغني عن الشورى لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو صاحب وحي مؤيد من الله عز وجل، ولكن ما كان أحد أكثر شورى لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشاورهم في كل شيء. لم يكن عليه الصلاة والسلام في الواقع مقطوعا عن وحي السماء، ولكنه مع ذلك أمر أن يستشير الناس، أمر أن يكون أمره شورى مع الناس، وهذا هو الجانب الذي جعل هذا المجتمع الإسلامي متماسكا متينا. يمكن أن نلاحظ في معركة بدر، معركة بدر التي كانت في يوم 16 و17 من رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه في قرار الحرب وفي مكان الحرب وفي خطة الحرب وفي أمر الأسارة. أربع مواقف للشورى في معركة. عادة في المعارك عادة الجيوش لا تشاور، عادة الجيوش تبطش، عادة نفذ ثم اعترض، ولكن الإسلام أراد أن يكرس مبدأ الشورى في حياة الأمة. الشورى التي كانت تطبيقا سياسيا رشيدا في عهد النبوة، هي اليوم أيضا مشروع يعني اقتصادي يتصل بإعداد مراكز الدراسات، مراكز البحوث، مراكز الرأي العام، كلها برامج اقتصادية يجب أن تتحقق في الأمة من أجل أن نكون على بصيرة من أمر الشورى. الشورى البسيطة الأولى نلاحظها في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أشيروا علي أيها الناس. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ب313 صحابيا من أجل أن يطاردوا قافلة، القافلة كانت فيها أموال المسلمين، المال المسروق الذي سرقه كفار قريش وراحوا يتاجرون به بالقوافل إلى الشام. خرج رسول الله يريد القافلة، ولكن القافلة هربت وجاءت قريش بجيش من 1000 مقاتل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر فقال: يا رسول الله، أنت رسول الله ونبيه، آمنا بك وصدقناك ونتبعك ونقاتل معك ونجاهد معك. قال رسول الله: بارك الله بك يا أبا بكر، أشيروا علي أيها الناس. قام عمر فقال مثل كلامه، عاد يقول: أشيروا علي أيها الناس. قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، قد بايعناك، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجلدنا معك حتى نبلغه. عاد رسول الله يقول: أشيروا علي أيها الناس. لم يكتفي بشورى السابقين من المهاجرين ولا بشورى المحاربين من الصحابة، أراد أن يستشير الأنصار، لأن معظم الجيش الإسلامي من الأنصار، ولابد أن يكون لهم رأي. لا تعرف الأمم حتى الآن رأي للمقاتلين في الحرب، المقاتلون ينفذون، القيادة هي التي تقرر.
في الإسلام المقاتل هو الذي يقرر. أشيروا علي أيها الناس. حتى قام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا معشر الأنصار؟ قال: نعم أريدكم. البيعة بين رسول الله والأنصار لا تشتمل على القتال خارج المدينة، ولا يمكن لرسول الله أن يقودهم إلى قتال خارج المدينة لم يبايعوا عليه من قبل. قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إنا آمنا بك واتبعناك وصدقنا أنك رسول الله. يا رسول الله، سر حيث شئت فنحن معك، سالم من شئت وحارب من شئت، فوالله إنا لصدق عند اللقاء، صبر عند الحرب، ولعل الله يريك منا ما تكره، ولو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا أحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لموقف سعد. كان درسا في الشورى، عندما أخذ قرار الحرب أخذ بشورى. الآن مكان الحرب، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ماء بدر. قال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أرأيت منزلك هذا أهو وحي أوحاه الله إليك أم هو الشورى والرأي؟ قال: بل الرأي والشورى. قال: يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، إنك جعلت الماء من أمامك، فلو غلبوك عليه لقاتلونا بالعطش. يا رسول الله، أرى أن نحدد نحن مكان المعركة وأن يكون الماء عندنا وليس بيننا وبينهم، وبذلك نستطيع أن نكون أقوى. قال رسول الله: الرأي ما قال الحباب بن المنذر. وأمر أن تنصب خيام الجهاد بعد الماء. أيضا شورى في مكان الحرب، شورى في شكل القيادة. عندما بدأ رسول الله المعركة كان في الصف الأول. قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، متعنا بنفسك، فوالله إن إخوانا لنا بالمدينة ما نحن أقرب إليك ولا أشد إيمانا بك منهم، ولو علموا أنك تشهد عدوك لم يتخلفوا عنك. يا رسول الله، دعنا نتخذ لك عريشا تكون فيه، فإن كان النصر الذي كتبه الله كنت فينا وبيننا ومنا، وإن كان التي نكره هيئنا لك ذلول النجيبة، أي ناقة النجيبة، فتلحق بها بأصحابنا في المدينة، فوالله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو علموا أنك تشهد عدوك لكانوا معك. سر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الشورى، الشورى الرابعة في معركة بدر. نحن نختار الآن مواقف الشورى كلها من معركة بدر. الشورى الرابعة أيضا كانت في مسألة الأسارى، عندما وقع الأسارى بيد النبي عليه الصلاة والسلام، عاد فقال: أشيروا علي أيها الناس. قال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هم إخوانك وبنو إخوانك، ولعل الله يريك منهم ما تحب، لعل الله يهديهم. قال عمر: يا رسول الله، هم أعداؤك وبنو أعدائك، فذرنا نقتلهم حتى لا يبقى من المشركين ديار. قال رسول الله: إن الله ليلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن، ويقسي قلوب أقوام حتى تكون أقسى من الصخر. مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى بن مريم، إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر كمثل موسى، إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه باختصار أربع مواقف شورى في يوم واحد من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أحدا أكثر شورى لأصحاب رسول الله من رسول الله. أيها الإخوة، الآن نحن نستضيء بهذا المثل التاريخي، ولكن أريد أن أتساءل: ماذا قامت مجتمعاتنا الإسلامية من إنجازات في حقل الشورى؟ عادة ما يتحدث الناس أن الشورى هي شأن الحاكم، الحقيقة الشورى هي ثقافة اجتماعية. بالمناسبة دعونا نقارن بين الشورى والديمقراطية. الشورى ثقافة كيف، الديمقراطية ثقافة كم. الشورى إنما يستشار العليم ورأي الجاهل هدر، الديمقراطية هي تراكم أصوات. الشورى في الواقع هي مدللة بالحجج والبرهان، الديمقراطية هي مدللة بالأعداد. بهذه المعايير يمكن أن ندرك أن الشورى هي حالة متقدمة في الديمقراطيات، وقد أراد الله عز وجل أن تكون عنوانا للحكم الإسلامي الرشيد. لكن هناك مسؤوليات أيضا على المجتمع الإسلامي، على قطاع الاقتصاد الإسلامي في دعم الشورى. الشورى بصورتها الأولى هي أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أشيروا علي أيها الناس. لكن الآن الشورى في عصرنا هي مراكز دراسات، هي مراكز إحصاء، هي ديجيتال، هي إحصاءات تشمل ملايين البشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر القدرات الموجودة في الحاسوب. هذه كلها يمكن أن تضيف إلى الشورى قيم اجتماعية واقتصادية حقيقة تحتاجها الأمة. عندما نقول إن القرآن الكريم
خصص سورة للشورى عندما حدثنا القرآن أيضا في سورة النمل عن بلقيس التي كانت ملكة اليمن، وكان من أسباب نجاحها أنها قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هي إعلاء لقيمة الشورى وإحياء لرسالة الشورى التي كانت عليها الأمة. أمام هذه الحقائق فأنا أجد من الواجب أن يدرك قطاع الاقتصاد الإسلامي أننا عندما نطور الشورى في فهمنا، عندما نوفر للشورى المراكز والاختصاصيين والبعثات العلمية لدراسة القدرات لتحويل رأي الناس إلى معطيات توضع أمام صاحب القرار، نحن عند ذلك نطبق الإسلام. إنني أعتقد أن مراكز الدراسات التي تقوم بالإحصائيات الشعبية والعالمية وعلى المستوى الإحصائي إنما تقوم بتحقيق رسالة الإسلام وتطبيق قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. صلى الله عليك يا معلم الناس الشورى، صلى الله عليك يا رسول الله. إني أسأل الله عز وجل أن تنهض هذه الأمة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء ثقافة الشورى في المجتمع وإحيائها في الحياة وتقديمها أعظم قوة رديفة لصانع القرار. ألقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.